تمام مولانا، جزاك الله خير. اخر سؤال بس سيدنا، يعني انا دلوقتي حضرتك باخد مثلا سؤال من حضرتك، وسالت مثلا امام المسجد في حاجه، مثلا امام المسجد في حاجه، حصل اختلاف في الاراء، فهل انا لي ان اخذ بايسرهم ام خذ لا؟ الذي دل عليه الدليل. وانا يعني انا اعرف منين؟ انت نازعتم في شيء فرضوه للرسول، اسال عن الدليل، تعلم السؤال عن الدليل، تعلم السؤال عن الدليل، وقت بعد وقت ان شاء الله ستفهم ان شاء الله. إن شاء الله سيدنا. سبحانك الله وبركاته.